انطلق اليوم في العاصمة أبو ظبي الملتقى الإعلامي للمخاطر والتهديدات في دورته الثانية تحت شعار المنظومة الإعلامية في مواجهة المخاطر. سلط خلاله المشاركون على دور الإعلام الوطني كرسالة ومنهجية في إدارة الأزمات، خاصة في المرحلة الراهنة التي تشهد تناميا ملحوظا في الأزمات والمخاطر. يساهم الملتقى في إيجاد بيئة عمل إعلامية مناسبة تساعد على بناء شراكة مجتمعية مع كل القطاعات، لكون الإعلام يشكل أداة رئيسة في التعامل بفاعلية مع الأزمات. من هنا يجب أن تكون لدينا منظومة إعلامية متكاملة. أعتقد هذه فرصة لكل إعلامي أن يستمع إلى وجهات نظر في هذا المجال. أنا كنت حريص اليوم بكلمتي أن أؤكد بأن للأسف الشديد أصبح الإعلام في حد ذاته هو أزمة في كثير من القضايا خلقها الإعلام. هناك محاولة لجر الكثير من المؤسسات الإعلامية أو الإعلاميين لثقافة الصوت العالي وثقافة الصراخ، وهذه الحقيقة اللي احنا ما نتمنى. احنا نتمنى بالعكس ان احنا نحتفظ بهويتنا، تكون اجهزتنا الاعلاميه والاعلاميين نفسهم هم يعبرون عن الصوره الحقيقيه للمواطن الخليجي المتسامح، للمواطن العربي. اعلامنا الوطني اثبت كفاءه واقتدار في التعاطي مع مختلف هذه التطورات. اعلامنا الوطني الاماراتي عمل بقوه فيما يتعلق برفع او اعلاء المصالح الاستراتيجيه والعليا للدوله. قدر بشكل او باخر اعلامنا الوطني يسلط الضوء على كثير من القضايا الوطنيه حتى يستطيع متخذي وصناع القرار في دوله الامارات اتخاذ القرارات حيال هذه المواقف. اعلامنا الوطني مارس او واصل دوره الاصيل امانه فيما يتعلق ب يعني تركيز على الثقافة الوطنية الإماراتية، كما عمل إعلامنا الوطني على إبراز مواقف الدولة على المستوى الخارجي.